بخصوص هذه المحطه الانتخابيه اللي عرفتها بلادنا، انا عبد ربي كنت مرشح في الدائره الانتخابيه حسان الرباط، كانت اول تجربه واول مشاركه عندي، والحمد لله بفضل التنظيم المحكم ديال هذه الاستحقاقات فقمنا بالحمله ديالنا وقدمنا البرامج ديالنا وقدمنا الافكار والتصورات وتواصلنا مع السكينه، والحمد لله يعني تمكننا من مباشره الحمله الانتخابيه ديالنا من البدايه ديالها الى غايه الحمد لله ما انتهت الحمله الانتخابيه. وهذه مناسبه اللي هي تنستغلها ايضا من اجل اننا نذكروا بعض النقاط اللي هي لاحظتها بخصوص هذه الانتخابات، ومن ضمنها اولا نمط الاقتراع، بحيث ان نمط الاقتراع باللائحه كنشوفوا انا كمرشح يجب اعاده النظر فيه، وهذه مناسبه كنتوجه فيها الوزاره الداخليه، لاننا احنا دائما كنبداو نناقشوا هذا نمط الاقتراع وكنناقشوا ما يتعلق بالانتخابات فقط عندما تقترب الانتخابات، في حين اننا احنا منين سجلت المحطه الانتخابيه خصنا نخرجوا بواحد النقد ذاتي ونخرجوا بالمخرجات ديالها حتى فيما يتعلق بالتقطيع الانتخابي بقانون الانتخابات، وهذه فرصه باش نعاودوا النظر في نمط الاقتراع، بحيث ان هذا الاقتراع باللائحه وان كانت له محاسن فهو ايضا من ناحيه اخرى عنده عده مساوئ، فتنلقاو الدائره الانتخابيه تتضمن عده احياء فيها اللي كاين اللي فيها ساكنه تتعرف واحد الكثافه، كاينه احياء اللي فيها ساكنه متوسطه، كاينه احياء اللي فيها واحد ساكنه قليله شويه، منين كان عملوا الاقتراع باللائحه تيجي واحد مجموعه المرشحين اللي تيكونوا في اطار لائحه معينه تيكونوا ممثلين لحي معين فيه الكثافه، وبالتالي كيتمكنوا من حصد واحد العدد كبير ديال الاصوات وتيمثلوا ذاك الحي، في حين انهم ما عندهمش تمثيل في ذاك الاحياء الاخرى، وبالتالي هذه مناسبه باش يتم اعاده النظر في الاقتراع باللائحه ونديروا اقتراع الفردي باش يكون كل حي عنده الممثل ديالو، وبالتالي في مجلس المدينه ولا في اطار المجالس المنتخبه كل حي يكون عنده ممثل ديالو، ونوصلوا لتشخيص المشاكل ونلقاو حلول ونطرحوها. اما الاقتراع باللائحه فتنظن انه يجب اعاده النظر فيه، هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى ففيما يخص المرشحين فاحنا كنشوفوا دابا بانه الفئه اللي هي تمكنت من الولوج كاينه واحد الفئه عريضه اللي هي من فئه رجال الاعمال، فبالتالي بالنسبه للاطر ولا الشباب ولا الاكاديميين فيستحيل انك تنزل الانتخابات وتدخل في واحد المناسبه واحد المنافسه على قدم المساواه مع رجل الاعمال. حنا كنتسائلوا واش هذا رجل الاعمال اللي هو تيحظى بالتزكيه ونسبه كبيره منهم حظت بالتزكيه، واش غادي باستطاعتهم يقدموا ذاك الافكار والتصورات اللي غتخدم البرلمان ولا غتخدم المجالس المنتخبه اكثر من اللي غيقدم ذاك الشاب ولا النخبه ولا المهم الشخص اللي عنده افكار وتصورات وتقدر تكون عنده واحد الغيره وطنيه وحب لبلاده وعنده ما يعطي، ولكن عنده اكراه ديال التنافس ما بينه وما بين واحد الشخص اللي عنده امكانيات كبيره. حنا دابا تنشوفوا البرلمان، تنشوفوا الفئه اللي هي مشكله، كاينه اسماء معروفه يعني من رجال الاعمال يعني بامكانياتهم الماديه، هنا الاحزاب واش همها تاخذ المقعد ولا همها تقدم واحد البرلمانيين واحد المستشارين عندهم افكار تصورات اللي ممكن يساهموا في التنميه، وخاصه اننا حنا مقبلين على النموذج التنموي الجديد. كذلك حنا دابا ملي تنقدموا هاد رجال الاعمال شنو غيقدموا للساكنه، شنو غادي يقدموا من افكار، شنو يقدموا من تصورات، حنا دابا خاصنا نشوفوا اللي يقدر يقدم لنا افكار من اجل تنزيل نموذج تنموي جديد، من اجل مغرب افضل، نعاونوا بلادنا من اجل تحقيق التنميه، باش ننجحوا المخططات. حنا كنشوفوا حتى الحكومه المنتهيه الصلاحيه ديالها عرفات واحد 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 الزلزال وخرج واحد العديد ديال 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 الوزراء من التشكيله الحكوميه، ولكن شكون اللي عطاهم التزكيه؟ كيف استطاعوا الولوج الى حكومه جلاله الملك؟ هنا خاص المحاسبه ديال الاحزاب، خاصنا نشوفوا علاش كتزكي رجل الاعمال، علاش ما كتزكيش الايطاع، علاش ما كتزكيش المثقف. حنا دابا كنشوفوا البنيه دابا اللي تفرزات، هذا الشيء اضافه الى واحد النقطه اساسيه الى ان عندنا واحد الروابط عائليه، عندنا واحد الشجره ديال الروابط العائليه اللي اصبحت تمتد للمجالس المنتخبه من المستشارين وكذلك تتمتد للبرلمان، وبالتالي
حنايا دابا ما غادي نوليو في واحد التشعبات، واحد العلاقات عائليه اللي غادي يولي تشكل ملامح ديال البرلمان، والحال ان البرلمان خاص يكون فيه الفلاح ويكون فيه الصايعي ويكون فيه المعلم ويكون فيه الشاب، ويكون عندنا الكوكتيل ديال المجتمع اللي ممكن يعطينا تصورات وممكن يساءل الحكومه وممكن يقدم التصورات. رجل الاعمال ماشي هو اللي غادي تنشوفوا انا اللي غادي نشكل اللي غيشكل العمود الفقري ديال البرلمان. رجل الاعمال ماشي هو اللي غادي حنا غادي نعتمدوا عليه في خدمه المجالس المنتخبه. فئه رجال الاعمال وهذا المنبر هذه تلفت الانتباه، ما كان هم يمشيوا لجامعات الصناعه والتجاره والخدمات، ما كان هم السجام، ما كان هم بلايص اخرى ممكن يديروا التكتل ديالهم، ممكن يخدموا الافكار ديالهم والتصورات ديالهم، ولكن البرلمان والمجلس المنتخبه فهي لعموم الشعب. حنا بغينا نعطيو المصداقيه، بغينا نشجعوا الناخب على التصويت. حنا كنشوفوا نسبه المشاركه في الانتخابات 50.18% على ما اظن اللي بلغات 50.18. هذا واخا هو تيتجاوز النصف ديال نسبه المسجلين، ولكن فين هي النسبه الباقيه؟ حنا خاصنا نشجعوا السكينة، خاصنا نشجعوا المواطنين على التصويت، وبالتالي ماشي الحزب يقصر التزكية ديالو على برلماني على رجل أعمال أو شخص عنده كما تنقولوا بلغة مول الشكارة. خاص إعادة النظر، أمامنا نموذج تنموي جديد، أمامنا رهانات، أمامنا تحديات، ما بغيناش جميع ما بغيناش نموذج تنموي جديد كما فشلات المخططات السابقه، وبالتالي يجب الرهان على 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 العنصر البشري، يكون معلم، يكون فئه متوسطه، يكون شاب، يكون شخص قادر على العطاء، قادر على تمثيل المواطن، يمكن له يدير معارضه في المجالس، ممكن يسال الحكومه، يقدر يخدم بلاده، ماشي بالضروره يكون عنده فلوس، وهنا خاصنا نحاسبوا هذه الاحزاب هذه على معايير منح التزكيه. التزكيه خاصها تكون في متناول الجميع، وحتى اذا كنا غنزلوا في اللوائح تكون لوائح اللي هي تتمزج ما بين رجال الاعمال ما بين الطبقه المتوسطه، ونخرجوا بلوائح اللي هي تعطينا قيمه مضافه للمشهد الحزبي والمشهد السياسي. بغينا نشجعوا الناس على المشاركه، تشجيع الناس على المشاركه تيكون باش نعطيهم واحد مرشحين اللي يجعل المواطن يقبل على صناديق الاقتراع. انا ملي كنشوف واحد الاسم معروف هو رجل اعمال كنشوفه انا رجل اعمال ماذا سيقدم، ربما هو مشاكله في الشركه ديالو خاصو اللي يحلها له، مشاكله واقيلا اللي في الحي ديالو خاصو اللي يحلها له، كيفاش غادي يمشي يحل مشاكل السكينه؟ مشاكل السكينه خصها الناس اللي متواجدين في ارض الواقع، الناس اللي عندهم غيره على الحي، عندهم غيره على المشاكل، تيعانيوا ايضا من مشاكل، باغيين يحاربوا التسول، باغيين يحاربوا البطاله، باغيين يحاربوا الاجرام، عندهم تصورات، عندهم افكار. أنا في إطار الحملة الانتخابية ديالي دعيت إلى مناظرة، ما والو، ما كاينش ولا مرشح دخل في المناظرة، إلى درجة أنني تقوم بالحملة الانتخابية ديالي ما لقيت حتى مرشح نازل. أنا والليكيب اللي تتخدم معايا حنا في التواصل مع السكينة ما شفتهمش حتى في الحملة، كيفاش غنشوفهم وكيفاش غيمثلوا هاد السكينة؟ هنا التساؤل. وهنا أنا تنوجه نداء للمنابر الصحفية الجادة، لاننا خاصنا نفتحوا ورش ونفتحوا ندوات من اجل التفكير حول نمط الاقتراع، حول التقطيع الانتخابي، لانه الطبقه المتوسطه ولا الشاب ولا النخبه هل له من الامكانيات، واش الحزب غادي يوفر له باش ينزل المنافسه مع رجل الاعمال. خاصنا نفتحوا هذه الورشه ديال التفكير باش منين تجي الانتخابات الجايه ان شاء الله نكونوا في واحد القوانين الانتخابيه، نكونوا في نمط اقتراع، نكونوا في تقطيع انتخابي الذي يلائم الجميع ويلائم المصلحه العامه ويساهم في تحقيق التنميه في بلادنا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.